بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الحادي عشر أعضاء الإنسان وبعد ذلك قال المعلم لهما وحرف عطف بعد ظرف زمان وهو مضاف ومتعلق بقال ذلك اسم إشارة مضاف إليه قال فعل ماض المعلم فاعل لهما جار ومجرور متعلقان بقال لا تنسى الشعر النابت على أطراف الأجفان فما اسمه؟ لا ناهية تنسى فعل مضارع والألف فاعل الشعر مفعول به النابت نعت على أطراف جار ومجرور متعلق بالنابت وأطراف مضاف الأجفان مضاف إليه فحرف عطف ما اسم استفهام مبتدأ اسمه خبر المبتدأ وهو مضاف هو مضاف إليه أو تقول ما اسم استفهام خبر مقدم اسمه مبتدأ مؤخر فأجابه يوسف يقال له أهداب فحرف عطف أجاب فعل ماض بمعنى رد له الجواب والهاء مفعول به أول يوسف فاعل أجاب يقال فعل مضارع مبني للمجهول له جار ومجرور متعلق بيقال أهداب نائب فاعل وجملة يقال له أهداب في محل نصب مفعول به ثان فما الفائدة منه؟ فحرف عطف ما اسم استفهام مبتدأ الفائدة خبر المبتدأ أو تقول ما اسم استفهام خبر مقدم الفائدة مبتدأ مؤخر منه جار ومجرور متعلق بنعت محذوف وشبه الجملة في محل رفع نعت وجملة فما الفائدة منه في محل نصب مقول القول التقدير فقال المعلم ما الفائدة منه فشق على الأخوين الجواب فقال لهما عندئذ المعلم فحرف عطف شق فعل ماض على الأخوين جار ومجرور متعلق بشق الجواب فاعل شق فحرف عطف قال فعل ماض لهما جار ومجرور متعلق بقال عند ظرف زمان منصوب بالفتحة على أنه مفعول فيه وهو مضاف إذن مضاف إليه مجرور بالإضافة والتنوين عوض عن جملة معزوفة في محل جر بالإضافة إلى إذ أي فعند إذ شق على الأخوين الجواب فقال لهما المعلم إنها تستوقف كل ما يخشى وقوعه في العين من الذرات المتطايرة في الجو كالتراب والهوام إن حرف مشبه بالفعل والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم إن تستوقف فعل وفاعل وجملة تستوقف في محل رفع خبر إن كل مفعول به وهو مضاف ما اسم موصول في محل جر مضاف إليه يخشى فعل مضارع مبني للمجهول وقوع نائب فاعل وهو مضاف هو مضاف إليه وجملة يخشى وقوعه صلة الموصول في العين جار ومجرور متعلق بوقوع من الذرات جار ومجرور متعلق بوقوع المتطايرة نعت في الجو جار ومجرور متعلق بالمتطايرة كالتراب جار ومجرور متعلق بالمتطايرة وحرف عطف الهوام معطف على التراب ثم قال مخاطبا ليوسف قل لي يا يوسف هل تكون عيناك مفتوحتين أو مطبقتين عندما تكون يقظان ثم حرف عطف قال فعل وفاعل مخاطبا حال من الضمير المستتر في قال ليوسف جار ومجرور متعلق بقال قل فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت لي جار ومجرور متعلق بقول يا حرف نداء يوسف منادى هل حرف استفهام تكون فعل مضارع ناقص عيناك اسم تكون وهو مضاف كمضاف إليه مفتوحتين خبر تكون أو حرف عطف مطبقتين معطوف على مفتوحتين عند ظرف زمان منصوب بالفتحة على أنه مفعول فيه
وهو مضاف ما مثلية، والمثل المؤول من ما وما بعدها في محل الجر مضاف إليه، وعند متعلق بمتبقتين أو مفتوحتين تكون فعل مضارع ناقص، واسمها ضمير مستتر تقديره أنت في محل رفع يقظان خبر تكون، إنهما تكونان مفتوحتين. إن حرف مشبه بالفعل هما اسم إن، تكونان فعل مضارع ناقص والألف اسمها، وجملة تكونان خبر إن، مفتوحتين خبر تكونان، وجملة إنهما تكونان مفتوحتين في محل نصب مقول القول، التقدير قال يوسف إنهما تكونان مفتوحتين. وحينما نمت، وحرف عطف حين ظرف زمان منصوب بالفتحة على أنه مفعول فيه، ما مصدرية نمت فعل والتاء فاعل، والمصدر المؤول من ما وما بعدها في محل الجر مضاف إليه، تقدير الجملة وقال المعلم ما تكونان حينما نمت، وحينما متعلق بتكونان، تكونان مطابقتين، تكونان فعل مضارع ناقص والألف اسمها، مطابقتين خبرها، وجملة تكونان مطابقتين في محل النصب مقول القول، التقرير قال يوسف تكونان مطابقتين. وأذناك كيف تكونان وأنت نائم؟ فضحك يوسف من هذا السؤال وقال هل تطبق الآذان؟ وحرف عطف أذناك مبتدأ وهو مضاف كمضاف إليه، كيف خبر للفعل الناقص، تكونان فعل مضارع ناقص خبر المبتدأ والألف اسمها، الواو حالية أنت مبتدأ نائم خبر. فحرف عطف ضحك فعل يوسف فاعل من هذا جار ومجرور متعلق بضحك، السؤال نعت، وحرف عطف قال فعل وفاعل، هل حرف استفهام تطبق فعل مضارع مبني للمجهول، الآذان نائب فاعل، ألا تعرف السبب في بقائها مفتوحة، ألا حرف تحضيد، تعرف فعل وفاعل السبب مفعول به في بقاء جار ومجرور متعلق بنعت محذوف، وشبه جملة في محل النصب نعت، وبقاء مضاف ها مضاف إليه، مفتوحة حال من الضمير المتصل وهو الهاء في بقائها، كلا حرف جواب في محل النصب مقول القول، التقدير قال يوسف إن الأذن للنائم كالحارس، ولذلك تبقى دائما مفتوحة، فإذا هدد النائم خطر ما نبهته سريعا. إن حرف مشبه بالفعل، الأذن اسم إن، للنائم جار ومجرور متعلق بنعت محذوف، وشبه الجملة في محل النصب نعت، كالحارس جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر إن، التقدير إن الأذن للنائم كائن كالحارس. وحرف عطف لحرف جد، ذلك اسم إشارة مجرور، والجار والمجرور متعلق بتبقى، تبقى فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، دائما ظرف زمان مفتوحة حال من الضمير المستتر في تبقى. فحرف عطف إذا اسم شرط ظرف زمان وهو متعلق بنبهت وهو مضاف، حدد فعل ماض وجملة حدد في محل جر مضاف إليه، النائم مفعول به خطر فاعل هدد، ما اسم مبهم مبني على السكون في محل رفع نعت لخطر، نبهت فعل وفاعل هو مفعول به سريعا ظرف زمان أو نائب مفعول مطلق، التقدير نبهته تنبيها سريعا، والله أعلم بالصواب.